مساء الخير. حلقتنا مسيرات عطاء ثرية سياسيا وثقافيا واجتماعيا، شخصية متفردة رفيعة المستوى. تنقل في المراكز القيادية من محقق في وزارة الداخلية إلى نائب مجلس الأمة وانتهاء بتغلده حقائب عدة وزارات. باسمكم أرحب في ضيفي النائب والوزير السابق جاسم محمد العون. حياك الله عبد العزيز. الله حييش لازم. يا مرحبا. يا هلا فيك. أبو عبد العزيز، بنخلي إحنا حلقتنا عبارة عن ثلاث محطات مهمة في حياتك، وودي أبتديها من عام 1981. كان هناك نقلة نوعية من الانتقال بالعمل هي الحقيقة التحقيقات، وبعدها صرت نائب. نعم، هي الحقيقة هي يعني كل ما تفضلت، هي النقلة النوعية اللي حولت مجرى حياتي تماماً. هي سنة 81 باعتبار اني كنت موظف في الداخلية بالتحقيق، وبعدين قبل لا أكون نائب أيضا انتقلت إلى وزارة الأوقاف، صرت نائب مدير إدارة الحج. في 81 لما رشحت نفس الانتخابات، هي اللي أنا أسميها المرحلة الانقلابية في حياتي، لأن من 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 مرحلة عمل روتيني يعني يومي إلى مرحلة تختلف تماما عن العمل اللي كنت فيه، اللي هي مرحلة سياسية. ولا شك إنه العمل السياسي يختلف يعني 180 درجة عن العمل الروتيني اليومي. نعم صحيح. موظف يروح دوامه، ينتهي دوامه، يروح بيته، بينما العمل السياسي لا، عمل يعني مختلف تماما ومظلم في نفس الوقت. نعم. لذلك أنا أعتبر سنة 81 هي الفارق الحقيقي في مسيرة حياتي. نعم. طيب سيد جاسم، تشوف نفسك وقتها كنت مهيئ للعمل السياسي؟ يعني على فكرة أنا يمكن الصدفة هي اللي عملت مني رجل سياسة. ما شاء الله. وكنت ضامن فوزك تبارك الرحمن. لا ولا ضامن فوزي ولا أصلا يعني ما عملت حساب نفسيا، ما كنت مهيئ أبدا يعني. لا نفسيا ولا اجتماعيا، حتى اجتماعيا حتى عائلتي حتى أهلي ما يعني شيء يعني طارئ في حياتي يعني، ولا ذهنيا أصلا ما كان في بالي. على العموم وهم يتكلمون قلت بيني وبين نفسي تجربة الإنسان يمر في حياته في مراحل يعني تجارب، خلينا نمر بهالمرحلة هذه. صح. قلت يلا توكل على الله، بس ها ترى أنا إنسان طارق المعاش، ما عندي عشيات مع عشيات مع ذيك أيامها ما كان في البوفيهات واللي قاعد نشوفها الحين. أيامها درابير وحليب بس، الطيب ذاك التاج اللي كذا اللي يسوي عشاء يعني. فبالفعل كان طبعا ونازل في منطقة، في أي منطقة؟ في منطقة كيفان اللي تعتبر معقل العائلات صحيح الكبيرة. وكان نازل لما شفت الأسماء اللي نازلة معاي كانت أسماء رنانة، يعني أنا راح أذكر لك بعض الأسماء لأن نعم. طبعا اللي تحضر حاليا يعني اللي أحضرهم يعني كان محمد عساني الله يشفيه ويعافيه، وكان كان سفير وزير سابق، خالد المسعود كان وزير التربية، عبد العزيز الصرعاوي رحمة الله عليهم كان سفير وكان وزير، هلال المطيري، عبد المحسن، يعني أسماء لها في السياسة يعني من لها مكانتها الاجتماعية، لها مكانتها العائلي، الثقل العائلي، لها الثقل المادي التجاري. أنا ماكو شيء من كل هالمقومات أو اللي يسمونها مقومات النجاح ما أمتلكها. يلا يعني تجربة ما كان في بالي نتائج النجاح يعني. والله يعني بدأنا الحملة الانتخابية، بدأنا نزور الدواوين، نلف على الناس، وجدنا قبول. يمكن اللي 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 يعني بعد توفيق الله تبارك وتعالى طبعا بالنجاح كان قبل حل مجلس الأمة، مش كما هو معروف يعني المد القومي
كان مسيطر على الساحة مو بس الساحة الكويتية، الساحة العربية كلها، المد الناصري القومي. بعد فشل القومية العربية وخصوصا في نكسة 67 وغيرها من النكسات اللي مرت فيها القومية، الناس ملت فتريد التغيير. من يعني البديل الموجود على الساحة هو التيار الإسلامي، واحنا كنا تيار تو يعني حديث وعهد، فوجد قبول. وأنا الحمد لله شكل ما قلت لجهازي يعني لي علاقات الاجتماعية وكذا، وبدأنا الحملة الانتخابية. أنا ما بيطولها يعني باختصار جدا أنا قاعد أقول لك يعني إلى يوم الانتخاب، وصار يوم الانتخاب سليم سعد من الفوز، لدرجة أن لما سكروا الصناديق الساعة 8 من التعبيت نمت. أي ما نطرت النتائج، ما نطرت لأن عارف النتيجة ماكو. قدامي ناس يعني عمالقة في العمل السياسي وفي العمل وفي الثقل العائلي والثقل التجاري، أنا وين أكون بينهم يعني؟ شنو كانت ردة فعلك عليهم؟ المهم حطيت راسي نمت الساعة 11 12 ولا وعيت ولا الهرنات سيارة دي 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 قوم 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 الأهل وش فيه؟ طلعت فيه ونجحت. صدمة. ها؟ غير متوقع، صدمة غير متوقعة. نجحت نجحت وبدأنا. بدأت العمل. نعم نعم. ولا كان في تغيير. بس شو اللي تغير في حياتك يعني من طبعا يعني شوفي لما يعني شو اللي فقدته وشو اللي خسرته وشو اللي كسبته؟ بالانتقال من الحياة الطبيعية إلى الحياة السياسية أكيد في اختلاف كبير صار. طب بالتأكيد في خلل وفي يعني أنا يمكن ظليت سنوات عشان يعني يكون هناك توازن في حياتي الجديدة، لأن هي انقلاب في 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 حياتك من عمل روتيني معروف متتطلع متتي متتنام متتاكل إلى عمل تطلع ما تدري متى ترجع متى بدون توقيت محدد. عرفت شلون؟ نعم. عندك التزامات مو فقط التزامات يعني أدبية تجاه الناخبين، التزامات أمام دولتك، التزامات أمام يعني أمام الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. يعني عندك قضايا معينة لازم تحضر لها، لازم تصدى لها. يعني بعد النجاح مباشرة خلاص يعني صار أمر واقع، وبالتالي لابد أني أتعامل مع هذا الأمر بحرفية. صحيح. فبدأت يعني أشكل من الشباب المتخصص يعني مجموعة من الاقتصاديين، مجموعة من القانونيين الشرعيين، بحيث أنهم يعدون مذكرات ويعدون دراسات عشان يعني أتبناها داخل البرلمان. نعم. والحمد لله يعني ومشت الأمور على خطوة بخطوة إلى أن مشت المسيرة ما شاء الله. طيب التوفيق من الله سبحانه. أكيد سبحانه. وفي سنة 85 أيضا حضرتك نعم تم انتخابك في نفس الدائرة. بنفس الدائرة وطلعت الأول. وطلعت الأول ما شاء الله. لكن ما كمل المجلس. لا ما كمل لأن انحل في 86. نعم. طبعا صارت هناك ظروف مع الأسف يعني ما كان في يعني عند بعض الأخوة النواب في سنة في مجلس 85 ما كان هناك وعي كافي. نعم. بحيث إنه يتعاملون يعني بفقه سياسي مع الواقع اللي كنا نعيشه. نعم. لا يبست دفعة واحدة خمس وزارات بيستجيبونه. هذا يعني أي فلذلك راح الأمير راح الشيخ جابر حل حل دستوري. لا حل غير دستوري. غير دستوري. حل غير دستوري عفوا. حل غير دستوري. نعم. إلى بعد الغزو 92. هل النواب كانوا متوقعين هذا الحل؟ والله شوفي نازي احنا مجموعة أنا واحد من الناس كنت متوقع بعد ما يعني أول ما قدم الاستجواب أول استجواب حق الشيخ سلمان دعي ومشى الاستجواب وسقط الوزير وخرج من الحكومة انفتحت شهية الإخوان بعض الإخوان نعم. عندنا في المجلس فقدموا أربعة أو خمسة جوابات مع بعض. أنا هني توجست خيفة قلت لهم يا جماعة ترى أنا يعني راح يصير شيء يعني شو اللي توقعته؟ والله توقعت الحل بس ما توقعت حل غير دستوري.
توقعت أنه يحل المجلس ويعني يدعى إلى الانتخابات من جديد. فأنا كنت متوقع الحل لأن مراكش كل ما قلت ليش. صحيح. يعني طيب أنا ودي أنتقل وياك إلى محطة ثانية، محطة 1990، ولكن أطلع فاصل وأستكمل حديثي معك. عبد العزيز، محطتنا الثانية 1990، الغزو العراقي. نعم. شنو أول قرار اتخذته وشلون تلقيت الخبر؟ شوفي، هو يعني الغزو صار يوم 2/8، يوم الخميس. عادة أنا بالويكند ما أطلع، أقعد في البيت، ما يعني، فكنت في البيت الحقيقة، صليت الفجر، وأنا لي عادة أيضا لما أصلي الفجر أي من المسجد أعمل لي ريوق، طريق وأقعد يعني. أي. فلما جيت من المسجد بيت طبعا مصلين ونايمين، أنا قعدت أعمل لي ريوق، سمعت يعني أصوات مدفعية، لكن كان كل ذهني منحصر إنه هاي مناورات. مناورات يعني طبيعية. اي طبيعية. لا، بدا الصوت يصير قريب وشديد. لا يعني قام يهز، صار الحين طر النور، طلعت برا، ولا الصوت يعني على طول شغلت سيارتي ورحت المخبر، لقيت العقيد عبد العزيز والله راح ببالي المطيري، هو عبد العزيز برغش. نعم. عبد العزيز برغش بالجيش مع مجموعة من الجنود ما وقاعدين بالوقت. قلت له أبو سعود شو السالفة؟ قال العراقيين دخلوا علينا غزو وكذا، وبعدين قال البلد انتهت خلاص، وشو الحين ايش كل واحد مصدوم يعني ما عارف. صح. وبعدين انت، وقال احنا طبعا احتلوا الحدود وكذا، وهم جايين الى جيوان، وتسمع الحين الظرف في مقاومه في جيوان، لكن نعم. طبعا مشيت قعدت افكر انا يعني الان احنا شنو مصيرنا اهل الكويت اللي ذا بالداخل. اول ما خطر في بالي انه لابد ان نوفر معيشة لنا. احنا عارفين الغزو هذا هل راح يستمر، هل راح ينتهي، يستمر ايام، شهور، سنوات، مو معروف يعني العملية ضبابية. صحيح. على طول اتصلت في الاخ محمد الشيباني، ابو معاذ، قال لي قاعد انتشر الخبر. قلت له انت في البيت؟ احنا دائما كنا متعودين نقعد في ديوانه، في ديوان محمد الشيباني كمان. والله بالفعل رحت له، قلت له ابو معاذ الان خلينا نفكر في 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 عمليه. علمنا ان الحكومه والقياده السياسيه من فضل الله تبارك وتعالى طلعت برا. نعم. وان العراقيين ما يعني ما حصلوا احد. قلت له الان حكومه ما في، البلد يعني بالتأكيد راح يكون هناك فوضى. أنا من رأيي قاعد أقول له إنه لازم ندعي الاجتماع وجهاء المنطقة ونشوف شلون نوفر على الأقل يعني المواد الأساسية، المواد الغذائية، بحيث إن إحنا عارفين محتاجين هالعوائل. نعم. وبالفعل استدعينا معظم الأخوة الموجودين في المنطقة المتواجدين. وذيك الساعة يعني طبعا احنا كنا نجتمع العادة بديوان محمد الشيباني كسلفيين يعني. اليوم ما كان يعني خلاص ما في سلفيين، اخوان مستقلين يساري، لا في كويتيين. فدعينا كل الاطياف المجتمع المدني في اللي في داخل منطقة كيفات، طبعا اللي هم البارزين. نعم. يمكن حوالي 20-21 شخص. أول قرار قلنا أول شيء أن نتمكن من الجمعية ومن مخازن الجمعية، وبالفعل شكلنا فريق عمل
راحوا حق بوهلال اللي هو كان رئيس مجلس إدارة الجمعية، أخذ المفاتيح وفتحوا الجمعية. الناس كانت متجمهرة على الجمعية، قالوا يا جماعة ترى كل شيء موجود، لا يصير تدافع، لا يصير كذا. وبالفعل فتحنا الجمعية وقلنا لهم خذوا اللي تبون، خذوا اللي تبون اللي يكفيكم. وبالفعل الناس قامت تتحمل بهالعربانات. نعم، لكن حضرتك كنت بالكويت وبعدها؟ لا بالكويت، بالكويت لا اقصد بعد ما انتوا الحين ساعدته واستوعبته والصدمه، ما كملت فتره السبع شهور في الكويت؟ لا انا جايك الحين. المهم انا قعدت الخميس اليوم الغزو والجمعه والسبت. انا بنتي رحمه الله عليها امنه كانت كنا زارعين لها اول زراعه كده في حامد العيسى، فطلعوها صار فيني الدكتور محمود سمحان الله يذكره بالخير ويعطي الصحة والعافية ومتعب صحته. هذا الرجل أمانة يعني أيام الغزو يعني كان له موقف جدا مشرف، اتصل في كل أهالي المرضى اللي موجودين في حامد العيسى وقال لهم ترى العراقيين جايين ياهم، قال لهم نبي تجردون لنا الصيدليات. وتعرفين العاملين زراعة محتاجين إلى أدوية مثبتة، نعم صحيح. أدوية غير اعتيادية. فقال تعالوا بسرعة علشان نعطيكم كميات أدوية، لأن إحنا عارفين الغزو هذا متى يعني متى ينتهي ومتى شيء يعني علم الغيب يعني. وبالفعل كل اللي اتصل بهم راحوا وخذوا كميات كبيرة من الأدوية. أيضا فكرت أنا يعني قلت أنا بنت زارع لها وهذه الأدوية يعني يمكن تكفيها أيام أكثر من المدة، مو ضامن. نعم. فتدارست الموضوع مع أمها ومع كذا، قلنا ما كنا نطلعها نطلع. وبالفعل يوم الأحد كان واحد توفى رحمة الله عليه من إخواننا الكرادلة كان يطلع الكويتيين، جهزنا سيارتين إحنا، سيارتي وسيارة نسيبي، وقال هذا اليوم السبت. يوم الأحد قال الساعة الفلانية الساعة 9 الصبح تكونوا جاهزين عشان ننطلق من المكان الفلاني. وبالفعل الحين طبعا القوات العراقية سيطرت على مفاصل الدولة كلها. نعم. يوم الأحد يعني تجمعنا الساعة 9 وانطلقنا بر طريق البر، طبعا المنافذ والحدود مسكرة. صحيح. فطلعنا وين؟ عن طريق البر. اثناء واحنا طالعين احنا حوالي 45 سياره اللي مطلعهم، مجموعه كبيره. إيه؟ نعم. طلعهم حسن الكندي رحمه الله عليه. اثناء قبل نصل حدود السعوديه، طبعا احنا طلعنا عن طريق الوفره، لكن مو الوفره المزارع، من ورا من البر. نعم. الى مركز رغوه السعودي. قبل نصل الى مركز رغوه السعودي كان هناك رت من الآليات العراقية، رت من هنا ورت من هنا، وإحنا عايين وشذي حبي حاطونا فينا من نفذ وفينا من صكوا عليه. طبعا أول قبل لا يوصلوا لنا قاموا يضربون من مدفعية، بس ما يضربوننا مدفعية صوتية، تخويف بس. حتى اليهال عندي قاموا قلت له ولا كلمة، نام وأنا دايس بالسيارة، لازم اطلع لان بنتي يعني. صح. وبالفعل نفذنا، وصلنا تقريبا قبل المغرب الى مركز رغوه السعودي. الله خير وصلنا ولا مرحبين فينا وكذا كانوا في استقبالنا. نعم كانوا في استقبالنا. وكان الحقيقه احنا قبل أن نطلع اتصلنا في عندنا اهل في الدمام، قلنا احنا راح نطلع وان شاء الله يكون طلعتنا سليمه ونوصلكم. وبالفعل مشينا الدمام، وصلنا الساعة 11 تقريبا تعبانين يعني. المهم وصلنا 11 حتى الله يذكرهم بالخير عاملين عشاء وكذا. ثاني يوم حطيت بنتي مع زوجتي بالطيارة وراحوا إلى دبي، لأن أنا زوجتي أمها من العائلات الكبيره في دبي. نعم. فراحت حق خوالها، طبعا اتصلنا فيهم قلنا ترى امنه معانا وراح احطهم راح يجونكم الطياره عن طريق. حضرت لهم جهزت لهم اي ثاني يوم على طول. نعم. وديت المطار، ما كان يعني ما كنت حاجز ولا كبس، رحت المطار وحجزنا هناك وعلى طول اتصلت فيهم قلت لهم ترى جايينكم بالطياره. وهم
واستقبلوهم، واحنا كملنا الطريق بالبر. هذا الحين صار عندنا يوم الاثنين، كنا قعدنا يوم الثلاثاء وصلنا دبي. طبعا آمنة الله يرحمها مع زوجته، اول ما وصلوا على طول الاسعاف كانت موجوده في المطار، خذوها وودوها المستشفى. وصلنا اذكر قبل المغرب يوم الثلاثاء، وصلنا ولا الحمد لله يعني مجهزين لنا جزاهم الله خير خوالها جزله في الله، ويعني بيت وكل الشيء المتوفر فيه. هذا الحكي يوم الثلاثاء. يوم الاربعاء، يوم الثلاثاء بنفس اليوم اللي وصلت فيه بالليل، قلت بروح اشوف البنت، رحت زرتها من المستشفى وكذا، الحمد لله عوضها طبيعي وكذا. اي الحمد لله. يوم الاربعاء قعدت افكر ترى وين يعني، ما اقدر اعيش، ما اقدر اعيش كذي يعني، صعب بالنسبه لي يعني. عملت اتصالات وكذا الى ان توصلت الى الشيخ سعد في الطائف. صارت محادثه، قال تعالوا لنا الطائف، قلت لا اطول، لان اداره البلد كانت خلاص في الطائف. اي تعال الطائف، قلت لا اطول العمر ما راح اجي الطائف، انا اللي قاعدين الحمد لله مرتاحين الحين في دبي عند خوالهم وكذا، وانا راح ارجع للكويت. جيت قررت ترجع للكويت. اي ارجع للكويت خلاص. شلون ترجع؟ قلت لها شلون ارجع؟ لا تسالني ما ادري، لكن انا راح ارجع للكويت. تعال ما تعال. قلت لها ماني هاي فما الله، الله يوفقك على كذا، واذا وصلت الكويت لا. قلت لها ان شاء الله خلينا نوصل الكويت يصير خير. يوم هذا الحكي يوم الاربعاء. نعم. الضحى كذي. رحت الطيران وحجزت، الحين اهلي ما يدرون. ولا قلت حق احد. ما بلغت احد. ابدا. رحت الطيران وحجزت على الدمام الخميس الصبح الساعة 8 نطير الطيارة. قلت بروح الدمام، والدمام بشوف لي شلون بدخل. بروحي. هاي مجازفة ابو عبد العزيز. اي بس خلاص يعني حطيتها ببالي. المغرب كان في مسجد يمنا اصلي فيه اسمه مسجد الخليل في دبي، وانا اصلي ولا واحد بعيد من هناك بالصف بعيد والحرفه يعرف، وانتهت انتهت الصلاه ولا خليفه الصقر، هذا مهندس في وزاره الكهرباء. نعم. وصديقه عارف يعني عارفه من الشباب اللي الشباب اللي يقعدون معانا وكذا، سلمنا على بعض. ها خليفه منين؟ قبل كنت في دوره في المانيا لما صار الغزو، وقلت ما كل اروح اقرب دوله حق الكويت هي دبي او السعوديه، بيت دبي. وبعدين قال ما هذا ماني عارف شو اسوي، وين في؟ قال قاعد اوتيل بروحي. وانت؟ قلت له انا والله معي الاهل لكن انا باشر راجع الكويت. قال تكفى معاك حتى هو برد. ما تكفى معاك. قلت له امش. رحنا للخطوط ردينا وحجزنا له حق باشر. المهم انا قاعد اقول باختصار، من الحين وصيت بالليل الاربعاء رحت عشان اسلم على بنتي وكذا، ما قلت لها طبعا، وزوجتي ما تدري. بالليل كان امسك زوجتي قلت لها ام عبد العزيز قلت الموضوع كذا، شلون انت بترجع تخلي؟ قلت لها ما راح اخليكم عندكم ربكم، الله سبحانه وتعالى معاكم، ثم خوارج موجودين لي مو مقصرين معاكم، لكن انا ما اعرف نفسيا ماني قادر اتحمل اني اعيش خارج الكويت، بروح شلون؟ قلت لها شلون؟ لا تسأليني ما ادري، انا حاج طياره بروح الى الدمام، ومن الدمام باخذ سياره ونبي نشوف شلون رب العالمين شلون يدبر. أيه. المهم باختصار اخذنا الطياره، قامت تبكي وقلت لها تبكي ولا ما خلاص يعني ماشي يعني. المهم سلمت عليهم الصبح يوم الخميس، مريت بدعي وخذت اول مطار. وصلنا الظهر استغفر الله، وصلنا الساعة 10 الدمام، خلنا سيارة إلى الخفجي. وصلنا عقب العصر كذي نزل. وين تنتزون؟ والله ما ادري، بس ولدنا فندق الخفجي.
واحنا رايحين الى طريق الفندق كان في مركز مطافي، مو مطافي هو مركز يسمونه الصفر، هذه سيارات الصفر للانقاذ او كذا. تفضلوا تفضلوا قعدت قهوينا شوي شوي، والله جاي من دبي شلون شلون تدش الكويت الطرق مسكره وكذا. رد واحد شي يقول في واحد باكستاني في الاوتيل هناك يدخل الكويتيين. لا طريق انه يدخلهم بالطريقه وكذا، ياخذ عليهم الراس كذا ويدخلهم. وين في قال بالفندق الخليجي؟ طبعا انا قاعد اختصر لك يعني تفاصيل، هي رحله شاقه جدا اكيد. لكن الشاهد رحنا نزلنا السائق وحاسبنا وراح، رحنا مع ابو دعي الاوتيل، وصلنا المغرب كذي قبل المغرب شوي، جينا ولا اللوبي متروس من الكويتيين بالقاع قاعدين. شافوا كلهم يردون؟ ها؟ كلهم هذول اللي بيردون؟ لا قاعدين اللي ساكنين واللي قاعدين ينطر الباكستاني سلام عليكم، عرفوني مجموعه طبعا كنت نائب وكذا صحيح. سلموا يا اخي، قلت والله انا جاي من دبي من الكويت. قال كنا هذا قاعدين يبدشون الكويت، وبعدين قال في باكستاني يدخل، لكن صار ثلاث ايام ما ادري وينه مختفي. مسكوه ما ندري عنه ولا ايه. وبعدين ما ادري الحين صار المغرب، طبعا الاوتيل الفول ما في، مغز ابره ما في، مو غرفه مغز ابره ما في. كان اقول حق بدعي خليفه امشي به، صلي المغرب والعشاء عندهم جمع، قلت له امشي خل نروح البحر ننام هناك ربك ييسرها. الحين ميتين نوع هلكانين تعب. قلت له انا خابر احنا جايين اكو بقاله هناك، خل نروح نشتري لنا جبن ومعجون وكذا وخبز ونروح البحر ننام هناك، تعشى وننام وربك ييسرها. والله يا زي واحنا نازلين الفندق لدري كبير وعريض، واحنا نازلين اكو شباب اثنين صاعدين. السلام عليكم السلام، واحنا نزلنا وهم صعدوا، ولا ويت ولا اخ جاسم اخ جاسم. التفت والاثنين سعوديين نفس اقترحهم. سلموا علي وكذا، قال انت ما تعرف هناك احنا نعرفك. تعرف كنت نائب وكنت وكانت مجله مجتمع تنشر اللي انت اقوله وكذا، فكانوا يتابعون. اي متابعين. وهذا قلت والله انا جاي ندش الكويت، شلون ندش الكويت شلون ما ادري. قال خلكم انطرونا انطرونا. دشوا داخل خمس دقائق عشر دقائق وردوا. احنا كنا بنروح البحر ننام. ردوا. تفضلوا. ولا عندهم وانيت بقمارتين، ركبنا انا مع ابو دعي بالقماره وواحد معنا، وكان جابوا معاهم اثنين من داخل. ركبوا راحوا ولا بيت بالخبجي. بيت عربي كبير. دخلنا ولا في حوالي 40 شخص. سعوديين سلام عليكم السلام، احنا مصلين المغرب وكذا والعشاء، الحين وقت العشاء ولا قامت الصلاه صلوا العشاء، ما ادري شو السالفه احنا ولا رايحين وياهم معاهم احنا. صلوا العشاء، وبعقب العشاء كان الشيخ اذكره تماما الشيخ عبد الله بن جبريل، هذا عضو هيئه كبار العلماء في المملكه العربيه السعوديه ومن العلماء المعتدين، عمل درس اثناء متجمعين عشان حق الدرس. الحين احنا قاعدين بالدرس والنود متعب ويواعى وما احنا عارفين يعني شو بنسوي، احنا عارفين يعني. الشاهد بعد الدرس حطوا العشاء ذبايح وكذا، احنا بروحنا ميتين، كنا صار لنا سنين ما اكلنا ونقعد نندف من العيش واللحم الى خلاص انتفخت اوداجنا. ابو عبد العزيز حوارنا شيق في حلقتنا هذه في تفاصيلها واحداثها، وحاب اني استكمل معاك هالتفاصيل في الجزء الثاني. مشاهدينا استكمل معاكم حواري مع ضيفي في الجزء الثاني الاسبوع القادم.